هو امتى كان كلام الناس مهم؟ سيبك انت من الكلام ده، ده الكلام ده مش بفايدة، ده احنا لسه في ورانا حاجات أهم. سيبك انت من الكلام ده، ده الكلام ده مش بفايدة، هو امتى كان كلام الناس مهم؟ سيبك انت من الكلام ده، ده الكلام ده مش بفايدة، ده احنا لسه في ورانا حاجات أهم. دول ناس فاضية ومش لاقية حاجة تعملها، دول ناس قاعدة تعيب عن الناس اللي في حالها، والعيب من أهل العيب حاجة عادي بنقبلها. ليه احنا نخاف ومحدش ماسك لنا زلة؟ ليه نعمل أي حساب أنا وإنت الناس إلا؟ دول ناس من تحت لفوق كفايانا نبص لها. اي حد بجد مهما يعمل ايه، واللي يستقل بينا ولا يتشطر علينا، ده احنا لما نشوفه نمشي ونضحك عليه. تيجي ما نبصش ورانا، ده احنا مش فارق معانا، اي حد بجد ونضحك عليه. دول ناس فاضية ومش لاقية حاجة تعملها، دول ناس قاعدة تعيب عن الناس اللي في حالها، والعيب من أهل العيب حاجة عادي بنقبلها. ليه احنا نخاف ومحدش ماسك لنا؟